بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم ازاي نقدر نستعيد ملفات احنا حذفناها على فلاشة، على ديسك، على السي، على الدي، على اي حاجة. ازاي نصلح فيديو، ازاي نعمل حاجات كتيرة جدا هنشوفها مع بعض. دي اللي قصادكم دي عبارة عن فلاشة، تمام؟ لان انا عندي السي حجم 200 وعندي الدي حجم كبير، لو جيت استرجع ملفات هياخد اليوم على بعض او مساء وقت كبير جدا. لكن انا حاطط حاجة بسيطة كده، 3 صور على الفلاشة عشان اعمل لهم استرجاع قصادكم. طيب انا هاجي هنا من جوجل هنا واكتب هنا ريكفر ات. نعم، ريكفر ات ده اللي هو البرنامج اللي احنا هنستخدمه وبناخده من على جوجل مجانا، تمام؟ ممكن ناخده من هنا عادي، يعني ممكن ناخده ندوس هنا داونلود هنا ويبدا نحمله، يقول لك هنا على اليمين هنا باي، تمام؟ اهو بعد كده يجي يقول لك هنا فري وتبدا تدخل، يقول لك سجل لي واعمل لي مش عارف شغلانه كده. حلو كلام. فاحنا بنسهل على نفسنا تسهيل بسيط جدا. بنعمل ايه؟ بنيجي هنا بنقول له احنا عايزين داتا فري كلها، عايزين السوفت وير كله فري. طب نعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا يقول لك انت، طيب انت السوفت وير ده هتاخده فري؟ ماشي خلاص، يبدا هنا يدخل وسجل. هقول له حاضر. هيجي يقول لي عايز سجل فين هنا؟ هاجي اقول له اسجل، بص انا هسجل فين؟ ابدا افتح هنا واجي اسجل هنا على الديسكتوب. دلوقتي انا هسجل على الديسكتوب، تمام؟ ببدا ادوس هنا بقول له ايوه سجل هنا في المكان ده، تمام؟ انا عملت فولدر على الديسكتوب عشان ابدا ايه ادخل عليه وابدا اسطب واعمل الشغل اللي بتاعي براحتي. باجي اقول له هنا اوبن ويبدا يفتح لي هنا، تمام؟ انا مسجله قبل كده واشتغلت عليه قبل كده كتير، بس انا بوريكم اصلا طريقه التثبيت بتاعته بتكون ازاي. ببدا اشغل، بيقول هنا انستول، بقول له اه طبعا. نبدا ننزل، بيقول لي هتنزل قبل الكلام ده كله تاني. You have already، وبيكون جاهز. بقول له اوكي تمام، هو هنا عشان البرنامج جاهز معايا قبل كده، خلاص هو هيكمله على طول وهيدخل هيخلص. قبل ما يخلص انا يعني مش عارف اقفل ولا استنى، هقفل وارجع لكم على طول قبل ما يديني انا كلمه هنا انستول، مع ان المفروض يعني ما يدينيش 70 71% المفروض يتشغل على طول، بس هو برضو لازم يقف عند 70 وعلى طول ما خدش ثواني وراح هنا ستارت ناو. وبقول له ايوه، بيبدا يفتح هنا البرنامج، تمام؟ البرنامج ليه واجهه انجليزي، ممكن تخليه اي لغه، وده ميزه حلوه قوي في البرنامج انك ممكن تشتغل فيه باي لغه، بانجليزي، بعربي، باي حاجه انت عايزها. فتح البرنامج معانا دلوقتي وبيتكلم بقى، بيقول لك ايه؟ بيقول لك طيب انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ انت اول حاجه اداني على فكره الشاشه اللي هتشوفها دلوقتي دي اللي هي فيها الاسعار، وعندي هنا بفلوس، وعندي العايز على الكلام ده هنشوفه باستفاضه بس مش دلوقتي طبعا. هنشوف دلوقتي حاجه مهمه جدا. بيقول لك هنا انت عايز دلوقتي اول حاجه عندك عايز ترجع على السي ولا على الدي ولا عايز هنا على اللوكال ديسك، تمام؟ ولا على الكينج ستون اللي هو الفلاشه، تمام؟ ولا هنا على الريسايكل ولا على الديسكتوب. انت بيقول لك انت عايز هنا، تمام، تسترجع على ايه بالظبط؟ فانت بتختار حاجه انت عايز تعمل لها استرجاع. طب يا ترى هو الموضوع كله موضوع استرجاعه بس؟ لا، ده في حاجات تانية كمان مهمه جدا. قال لك عندك فيديو ريبير، يعني عندك فيديو مثلا حصل فيه مشكله وانت عايز تعمل له عمليه تصليح. اه طبعا ممكن، انا عايز فيديو هنا عايز اعمل عمليه تصليح، تمام؟ وعندك هنا ريكفر فروم كراش كمبيوتر. عندك في مميزات كتيره جدا جدا للديسك نفسه، للهارد نفسه. هو بيعمل لك استعاده، بيعمل لك تصليح، بيعمل لك حاجات كتيره جدا. انا هاجي اقول له هنا الحاجات اللي انا حطيتها هنا دي الثلاثه دول هنا، انا ابدا اعملهم ايه؟ اعملهم الغى هنا قدامكم، انا لغيتهم خلاص. وابدا اقول له هنا لا انا عايزك تعمل لي استعاده على كيجستون. طبعا انا كنت حافظ حاجات كتير، فهو هيجيبهم وهيجيب معاهم حاجات تانيه كتير، هتشوفهم لنفسكم. هجيب حاجات كتيره جدا طبعا، الحاجات اللي انا كنت مخزنه ودي حاجات كتيره جدا هنزلها كلها، وهينزل بسرعه لان الفلاش اصلا حجمها صغير عكس طبعا السي والدي والكلام ده. فانا ببدا اقول له طبعا اشتغل لي هنا على الار اي دبليو، ما تشغليش هنا على الفات، تمام؟ ببدا اشغل الار اي دبليو هنا وابدا اقول له مثلا هنا ايه؟ طب بالنسبه هنا للمكان ده كنت حاطط ايه؟ الصوره دي. طب يا ترى كنت حاطط ايه كمان؟ كنت حاطط علامه اللايك وحاطط كمان الاي لاف يو. اشوف هنا اه تمام، بدا يسترجع لي كل اللي انا عايزه، تمام؟ هو عمل لي عمليه الاسترجاع هنا، تمام؟ بنجاح. احنا دلوقتي شفنا عمليه الاسترجاع هو عملها ازاي. طب الواجهه دي كلها اللي انت شايفينها بشكل بالانجليزي، لو احنا عايزينها بالعربي بندخل طبعا هنا على اللانجوج هنا وبنبدا نختار هنا اللغه العربيه، بندوس هنا وبيدعم اللغه العربيه بس طبعا في التايتل العناوين الرئيسيه بس، لكن مش في الفايلات نفسها. طيب بالنسبه طبعا هنا بنزل، انا هرجع تاني طبعا، هرجع انجليزي مره تانيه، تمام؟ ليه هرجع انجليزي؟
هرجع انجليزي عشان هوريك شويه حاجات كده برضو مهمه عشان تشوفوها باللغه بتاعتها وانتوا بتشوفوها، زي مثلا اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده. دلوقتي او دلوقتي احنا اخترنا ايه دلوقتي؟ خطه الاستعداد دي اللي هي البراش دي، تمام. بيقول لك انت عايز تشترك بكام. بص النقطه دي مهمه قوي. طب عايز تشترك بكام؟ ب99. ليك مميزات قليله قوي. طب عايز سنه ولا عايز شهر ولا عايز مدى الحياه؟ خلي بالكم ان في ناس شغلها في الكلام دوت. طب احنا مش بنتكلم على احنا هنعملها مجانا احنا، لكن احنا طبعا بنتكلم على الناس اللي شغلها مدى الحياه. هنا في امكانيات اعلى. طب وبالنسبه لهنا امكانيات عاليه جدا جدا، سردات بقى فيديو والسردات حاجات كثيره. لان في ناس بتقول لك ايه، طب هو بيسترد ملفات بس؟ يعني مش ممكن يسترد فيديو؟ ده انا كنت عامل فيديوهات على اليوتيوب وعايز مثلا استرجعه والكلام ده. لا، هنا بقى بتبدا تشترك استرداد فيديو متقدم، اصلاح مقاطع فيديو، تمام. عندك هنا مسح اجزاء من الفيديو ودمجها، يعني بيعمل لك شغل حلو قوي برضه في الفيديوهات ده لو انت اشتركت. طب لو اشتركت هنا لمده قد ايه؟ لمده مثلا سنه ب 120 ولا شهر يا دوبك على قد ب 89؟ طب ولا مثلا هنا بقى مدى الحياه، مدى الحياه ده ب 160 لو انت يوتيوبر بقى وشغال على طول، عيش حياتك يعني، ما هيبقى شغلك عشان لو انت حاجه وعايز ترجعه والكلام ده كله. قال لك طب بالنسبه لو انت فريق عمل ولا حاجه، بالنسبه لفريق عمل، طب انت فريق عمل ده طلب منك ايه؟ استرداد متقدم، وانت عايز تشتري هنا في السنه بكام؟ طب بالنسبه للاعمال، طب بالنسبه للطلاب، الطلاب طبعا ليهم تخفيض تاني خالص، موضوع تاني الطلاب دول، تمام، بيكون ليهم اقل سعر اللي هو 70 وحاجات زي كده، وممكن يديلهم مجانا في البدايه وحاجات زي كده. فانا حبيت اوريكم بس دي حاجه مهمه جدا، تمام. انا مش هقول لكم على كل حاجه، بس بالنسبه برضو للفاكينج دي انا هوريها لكم بس حاجه بسيطه، اللي هو مثلا لو انت هنا مثلا بتبدا تنزل هنا استرداد ملفات محذوفه بيشرح لك ازاي، استرداد على البطاقه بتعملها ازاي. لو انت مش قادر تفهم حاجه معانا هو برضو هنا بيعمل لك عمليه ايه؟ عمليه توضيح بالنسبه لك. بالنسبه هنا للجايد طبعا احنا لو عايز هنا تسال على اي حاجه وتعرف اي حاجه، اي معلومات انت عايزها بتبدا تاخدها برضو ايه من هنا، بيبقى نفس الاسلوب بس بايه؟ تمام. ديسك هنا بيقول لك انا حدد الديسك اللي انت عايز تعمله عمليه استرداد برضو، تمام، وبيبدا يشرح لك انت بتحدد الديسك اللي انت عايز تعمله عمليه استرداد، والباقي ده كله ممكن تبص عليه بنفسك اللي هو الاباوت حاجه الفيدباك الكلام ده كله كلام بسيط، تمام. احنا عملنا عمليه استرجاع بالنسبه للفايلات، ووريتكم كمان انكم ممكن تعملوا عمليه استرجاع. هو طبعا المكان ده لازم يكمل 100% في عمليه الاسترجاع، حلو كلام. هو شغال طبعا هنا بيعمل عمليه استرجاع لسه، بس انا طبعا لقطت ال الصورتين اللي انا الفايلين اللي انا عايزهم تو فايل، تمام، رجعوا لي بسرعه، تمام، وحاجات تانية لسه بتتحمل. طيب احنا دلوقتي عرفنا ازاي نسترجع ملفات، ولو عايزين نسترجع فيديوهات عرفنا بنسترجعها برضو ازاي، تمام. وهو مش بيسترجع طبعا فيديوهات في المستوى العادي، بيسترجع في المستوى المتقدم زي ما انتم شايفين، وكل واحد حسب شغله هيطلب. انا وريت لكم كل حاجه في البرنامج، البرنامج فيه منه جزء مجاني كده بسيط بيوريكم برنامج، وبقى بعد كده بفلوس. لو في اي حد ليه اي سؤال اللي انا شرحته ممكن يعمل تواصل عن طريق التعليقات وانا هرد عليه. وان عجبكم الفيديو ما تنسلاش في لايك وشير، وشكرا ليكم وربنا يوفقكم.